الحصة بتبدأ مع جو اللي بيكون بيشتغل مدرس موسيقى وبيكون قاعد في الحصة بيعلم العيال العزف كده، بس كلهم بيكونوا عيال هبلوا ما لهمش أي لازمة أساسا. وبعدها بيقوم هو بيعزف على البيانو بيكون عازف محترف جدا عليه. وبعد لما بيندمج وبيخلص بيقوم وبيروح يقابل المدرسة كده بتدي له جواب تعيين رسمي بتاع المدرسة، ويكون الجواب ده بقى فيه إن هو هيتعين براتب شهري والكلام ده، فاهم أنت الحاجات دي كلها. بس بيكون هو مش مبسوط بده لأن هو شغفه وطموحه أكبر من كده، أنا مستقبلي مش هنا يا باشا. وبعدها بيروح لأمه اللي بتكون بتشتغل خياطة، بتكون هي فرحانة بتقوله إن هو يخليه بقى في هو فيه ده ويفرح ويركز في الشغل ويسيبه من احلامه اللي ما بتاكلش عيش دي يا ابني، بمعنى اصح كده يا ابني اللي هو ايه، سيب حلمك وموت. فاكر انت عمك ايرون سميث؟ هو نفس الحلم، سيب حلمك وموت، تخلى عن حلمك وموت. المهم يا عم الحاج بعدها بيجي له مكالمه من واحد صاحبه كده، وبيكره الواد ده بيعزف في فرقه اسمها دوريثيا، وبيقول له ان هم عايزين حد بيعرف يعزف بيانو. فبيروح عمك جو بسرعه عشان يشوف الفريق وبيدخل معاه مقابله كده، وبيبقى فاهم ده فريق الاحلام بالنسبه له، انا ما شفتش فريق كده في حياتي. المهم يا عم الحاج بعدها بيكون في اختبار ليه كده عشان يشوفوا في ايه العزف بتاعه، وبيفضل هو يعزف الاختبار وبيكون عبقري جدا في العزف، وبيكون سرح بقى وهو بيعزف وراح عالم تاني. وبعد ما بيخلص كلهم بيكونوا منبهرين، وبتقول له دوريثيا ان هو يحضر نفسه ولبسه كده وبدله شيك ويجي النهارده الساعه 7 عشان يحضروا حفله اللي هتكون الساعه 9 بالليل. وبعدها بيكون هو ماشي مش مصدق نفسه من الفرحه، يا اتبارك انت معاك يما. المهم يا عم حاج بيكون مش مركز في الطريق وبيكون قرب من الموت كذا مره، وبيتكلم في التليفون لحد لما بيقع في بلاعه وبيموت. يعني بسم الله ما شاء الله كده، انت هتموت يعني هتموت النهارده. المهم يا عم الحاج بعدها بيفوق كده سبحان الله، بيلاقي نفسه في مكان اسود في اسود في ممر طويل اخله ايه نقطه بيضه تقريبا، هو كده مات هو صحيح في مات. المهم يا عم بيسال اللي حواليه بيعرف ان دي حياه ايه بعد الموت والحاجات دي يعني. المهم يا عم الحاج بيجي له حاله هستيريه كده ان هو مش هينفع يموت دلوقتي، انا اخيرا لقيت فرصه بتاعتي تقول لي اموت، انت عبيط يا عم. بيجري بسرعه يا عم الحاج بعكس الطريق اللي هو كان ماشي فيه، وبينط بره الممر ده خالص وبينزل في مكان كده تاني، وبيكون ده يعني هو العالم اللي قبل الولاده، وبيكون هنا ارواح اللي لسه بقى ايه هتنزل كوكب الارض. وبيقابل واحده كده اسمها جيريل اللي بتكون مسؤوله عن المكان وعن اللي بيحصل بقى فيه والنظام اللي فيه، فاهم انت الحاجات دي كلها. فبتقول له بص يا عم حاج انت الروح بتاعتك تايهه، تعالى معايا عشان بقى هي بتاخده عشان تفهمه اللي هيحصل. وبعدها بيوصل معانا المكان اللي فيه الارواح اللي بتنط فيه على كوكب الارض عشان تدخل اجسامها الجديده وتتولد بالبلدي، وبيفرح جدا وبينط هو كمان. بس قبل لما بيوصل لكوكب الارض بيتسحب تاني على طول لفوق، وبيجرب كذا مره وبرده عمال يتسحب، يا ابني ما انت ما بتحرمش. المهم هو بيكون مش فاهم هو ليه يعني بيتسحب، وبتجي له عمتك جيريل وبتقول له ان هو دلوقتي من المرشدين عشان هو لازم عشان يرجع الجسم يخلي الاول الروح اللي هو المسؤول عنها تنزل للجسم بتاعها. وبعدها بنشوف ان هو دخل القاعة اللي هيفهم منها هو هيعمل ايه بالظبط وان شغله هيتم ازاي بقى، وبيكون واخد بطاقه واحد كده اسمه بيرون واللي هو عشان لما يتقفش ما يودوش للمكان اللي هيموت فيه يعني. وبيكون ماشي شغال في المكان او القاعه دي كده فيلم بيشرح اللي هو هيعمله واللي زيه بقى هيعملوه، وبيعرف بقى ان الارواح الجديده فيها 6 حلقات اساسيه زي القوه والوطن والصحه وهكذا، وبيكون في حلقه معينه كده هي دي وظيفه المرشدين وهي ان هم يملوها بالشغف اللي هيلاقوا له الروح دي، وبيكون المفروض ان هم يجربوا حاجات كتير مع الروح دي لحد لما يلاقوا شغفها ومنها بياخدوا البطاقه اللي بيها هيقدروا ان هم يرجعوا جسمهم من تاني. وبعدها بيكون عمك جون موضوع عاجبه جدا، وبيكون شايف ان الموضوع سهل جدا ان هو يروح لاي روح يعلمها الشغف بتاعها على السريع كده وياخد البطاقه ويرجع تاني للجسم ويروح الحفل ويكمل حياته بقى. وبينادوا على اسم عمك جو اللي هو بيرون يعني منتحل شخصيه. المهم يا عم عمك برون ده اساسا كان في الاساس يعني عالم ودكتور علم نفس وكده، عشان كده بيدوا عمك جو اصعب روح موجوده في المكان اساسا عشان الروح دي بتكون مش عايزه انها تنزل كوكب الارض اصلا، عارف انت ده اللي هو ايه، انا عارف حياتها هتبقى عامله ازاي فانا مش عايز، تقريبا ده هيتولد في مصر تقريبا فهو عارف ان هو ايامه سودة في الارض. المهم عم حاج بيروح يقابل الروح وبيكون اسمها 22، وبيروح سوا للمكان اللي المفروض هيتعرض فيه تفاصيل حياه دكتور بيرون المهمه ولحظات المهمه، بس 22 بتقول انها مش عايز تتولد اصلا وانها كان في ناس كتيره عظيمه قبل كده معاها زي محمد علي كلاي وكذا حد تاني كده حاولوا ان هم يلاقوا لها شغفها بس هي ما لقيتوش، يا عم دي هتتولد في مصر. المهم بتقول له بص انت وفر وقتك يا باشا ولاقي لك شغلانه ثانيه ابو ايه واخلص من امي. بس بيقول لها انا اساسا مش بيرون وانا اسمي جو، بس انا عايز ارجع جسمي باي طريقه عشان اكمل حياتي واروح الحفله اللي مستنياني. وبتتعرض قدامه تفاصيل حياته وان هو صغير راح مع ابوه كان مش عايز يروح الحفله اللي راحها معاه دي اصلا، بس لما راح معاه الحفله حب الموسيقى جدا وتحديدا البيانو، وكان حلمه ان هو يكون عازف بيانو محترف ومشهور وكده. بس بيشوف بقى باقي تفاصيل حياته بيكتشف انها بسيطه جدا وممله جدا يعني، وبيشوف نفسه على سرير المستشفى وبيكون عايز يرجع باي طريقه لجسمه، وبيتفق مع 22 ان هو هيخليها تلاقي شغفها واي حاجه تملى الحلقه السادسه بتاعتها دي، وان هو هياخد منها البطاقه وينزل مكانها، ولو هي مش عايز تنزل خلاص تبقى ساعتها تروح هي مكانه المكان بتاع الموت ويلا يا دار ما دخلك شر. وبعدها بيروح هم الاثنين عشان يشوفوا الشغف اللي 22 عايزاه، ويفضلوا بقى يلعبوا كذا رياضه كده فاهم انت وحاجات ثانيه، بس بتكون 22 شغفها مش موجود فيها، الروح دي عامله شبهي تقريبا ما عندهاش الشغف. المهم يا سيدي بيكون شغفها اصلا مش موجود في الرياضات دي ومش عايز يبقى ليها اي شغف اصلا في اي حاجه، انا عايز اموت يا عم الحاج خلصني من هنا بقى. المهم فبياخدوا بيروحوا للمكان كده ممكن يكون هيساعدهم، وهناك بيلاقوا المكان اللي الناس عندها شغف بتسرح فيه لما بتكون بتعمل حاجه من اللي هي بتحبها زي ما انا بعمل دلوقتي.
دلوقتي، زي مثلا العزف والتمثيل والرياضه وهكذا وهكذا وهكذا. او ان انت مثلا يا عم الحاج تلاقي شغفك انك بتعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده مثلا، وتستنى الحلقات اللي تنزل في رمضان. ما انت كل سنه وانت طيب، خلاص بكره رمضان اهو، صباح الفل بقى. المهم يا عم الحاج بعدها بيكون في وحش كبير كده روحه ضاله بتجري وراهم وبتكون هتموتهم. المهم يا عم الحاج بتيجي روح تانية كده وبتنقذهم، وبيكون اسمها مونويند. وبعدها بيكلمهم عن نفسه وبيقول لهم ان هو وظيفته ان هو يخلي ارواح الضاله دي تلاقي شغفها من جديد وتحبه، لانها بتكون اساسا من خوفها ناحيه الشغف ده اثر على انها تكمل ممارسه ليه من ضغوطات الشغل والحياه والخوف من المستقبل والكلام ده. ايه ده انا ده ولا ايه يا جدعان؟ المهم يا عم الحاج بينزل الفريق بتاع الروح دي علشان يساعده بقى، فاهم، في ان الروح دي ترجع تاني شغفها عن طريق التامل. المهم يا عم الحاج بيعرفوا ان مونويند ده موجود اصلا في العالم الحقيقي، يعني في اسقاط ليه في العالم الحقيقي، وبعدها بيساعده في التامل عشان ينزل في جسمه ويبدا عمك جون هو يتامل. اول لما يشوف جسمه كده بيستعجل وبينط عليه وبيزق عمك 22 معاه بالغلط، ولما بيفوق بيكتشف ان اساسا جسمه بقى في جسم قطه، وان روح 22 بقت في جسمه هو، ويكون اي كلام بيقوله عباره عن نونوه. بتقول 22 هي الوحيده اللي فاهماه، وبيكون عايزين ان هم يخرجوا بسرعه عشان يروحوا المونويند عشان يعرفوا يحلوا المشكله اللي هم فيها دي. انا بقيت في جسم قطه يا جدعان. المهم يا عم الحاج بعدها بنشوف في 22 وهي في جسم جو وانها مش عارفه ولا تمشي ولا تجري ولا تعمل اي حاجه، ولما بينزلوا الشارع بتكون متوتره جدا بسبب الدوشه والزحمه بتاعت الشوارع، وبيكون عمك جو بيحاول ان هو يساعدها بس هي بتجري منه. كل ما بيدور عليها بيلاقيها مستخبيه كده في ركن في الشارع، وبتقول انها حاسه انها هتموت بسبب الزلزال اللي في بطنها وانها مش هتتحرك من هنا. فبيفهم عمك جو انها جعانه، ده صباح الفل يعني، فبيروح بقى يسرق لها بيتزايا كده، ولما بتشم ريحتها بيتزا بيتزا بقى فاهم انت وكده، فعلى طول بتقوم جايه واكلاها كده وبتحبها جدا، ما حد بيكره البيتزا. المهم يا عم الحاج بعد كده بيمشوا مع بعض هما الاثنين عشان يدوروا على مون ويند ده، ولما بيلاقوه بيقول لهم ان هما لازم يعملوا طقوس معينه عشان يرجعوا تاني، ويكون المفروض هيقابلوه على الساعه 6:30. ولما بيجي يركبوا التاكسي بيلاقي عمتك دوريثيا في وشه، وبتشوفه بالمنظر البشع اللي هو فيه ده، فبيركب بسرعه وبيمشي من غير ما يكلمها. يا عم بيهرب منها من هنا دلوقتي. ولما بيروح البيت بيلاقي ان زميله في الفريق بعت له قال له دوريثيا مشيته من الفريق اصلا، يلا ما مستغنت عنك، بس هو قال له تعالى بدري برضه يمكن تخليك معانا، وانا كده كده عملت اللي عليا يا ابو الصحاب. وفبعدها بتيجي الميزه بتاعت عمك جو بتقول انها عايزه تبطل عزف، ف22 بتقول لها معاكي حق وان الموضوع ممل وبطليها احسن. بس لما بتقعد معاها كده بتسمع عزفها بتنبهر جدا وتقول لها يا ماما بطلي ايه يا حبيبتي، ما تبطليش كملي يا ماما. وبترجع بعد كده تاني 22 لجو بتقول انها هتساعده في ان هو يروح الحفله في مقابل ان هو يخليها تجرب حاجات كتير كده على كوكب الارض. وبعدها بنشوف ان هم في العالم الاخر اكتشفوا ان في روح ناقصه وان هم لازم يجيبوها من تاني. وبعدها لما بيجي عمك جو عشان يلحق نفسه بيبوظ له شعره، فبيروحوا للحلاق ويفضلوا يتكلموا بقى عن الحياه والموت والشغف، والحلاق بيقول لهم ان هو كان عنده شغف لحاجات تانية بس هو اللي بيعمله دلوقتي مرتاح فيه اكتر. وبعدها بيروح وبيحرق شعره وبيتظبط ايه شعره بقى زي الفل. وبعدها بيروح لعمك مون وبيستنوا له، لما بيجي بتكون 22 مش عايزه انها تنتقل من غير لما تلاقي شغفها في كوكب الارض. وبعدها بتجري بس الارواح بتلاقيها وبياخدوها تاني لفوق، وهنا بنلاقي ان 22 لقت شغفها. وبيجي عمك جو بيفضل يزعق فيها عشان هي غفلته بمعنى اصح يعني، بس هي بتدي له البطاقه وبيروح هو بياخدها منها وبيرجع تاني لجسمه وبيروح الحفله، وبيقنع دوريثيا ان هو يعزف في الحفله وبيبدا ان هو يعزف، وبيكون الكل مبهور بيه جدا. ولما بيروح البيت بيقعد وبيلاقي مع ورقه شجره كانت مع 22، فبيقرر ان هو يعزف ويركز كده فاهم، ويروح بشغفه للمكان اللي الناس بتروح فيه بشغفها لما بتركز في حاجه اللي هي بتحبها، وبيروح فيه كارواح مؤقته يعني عشان ايه فاهم، يروح يقابل 22. وبيقابل هناك عمك مون بس بيقول له ان 22 بقت روح دلوقتي هائمه ضائعه كده، فبيفضل يدور عليها لحد لما بيلاقيها، وبيحاول ان هو يهديها كده وبتحاول تاكله، وبيشوف بقى الناس اللي هي بتكرهها، بس هو بيديها ورقه الشجر وبيقول لها ان الشغف مش معناه انك تستحق انك تعيشي، انما هو انك تستمتعي بده بأبسط الاشياء وهو اللي هيخليكي تستحق انك تعيشي. حد فاهم حاجه؟ اقسم بالله ما فهمت حاجه. المهم يعمل حاج بعد كده بتتحرر من الروح الضائعه دي وبيديها البطاقه بتاعته وبينزل معاها عشان يوصلها كوكب الارض، وبعدها بيروح هو عشان يموت، بس بيجي له روح كده بتقول له ان هو حقق مهمته وان هو بسبب التجربه الجميله دي والنجاح الصعب مع 22 هيدوا له فرصه ثانيه. ولما بتسال طب انت هتعمل ايه بقى بقيه حياتك؟ فيقول لها والله انا مش عارف، بس اكيد انا هستمتع بكل لحظه فيها. وبس كده يا عم الحاج، توته توته خص الحدوته واستمتع بكل لحظه في حياتك. وما تنساش تسبسكرايب لايك كومنت شير انستغرام عشان تفولو كريم اسامه عشان هو لما تجيب ده، وتعمل فولو لاحمد اسامه عشان هو الكابتن سكيب ده، وتخش على جروب الميمز ميم امي على الفيسبوك، تعمل سبسكرايب لقناه حدوته جيمنج وحدوته بعد النوم عشان طبعا هنا فين قبل النوم هناك فين بعد النوم والحاجات دي كلها، وتعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده تقريبا اللي هي خلاص في انفاسها الاخيره، بس والله العظيم هنلحقها ونديها انعاش قريب. وبس كده يا جدع، خد لك بوسه كده حلوه، سلام عليكم.